مرحبا يا شاطرين، اليوم بدنا نشتغل سوا بدفتر التطبيق. وأنا رح قلكن شي، أنا رح فسرلكن رقم واحد ورقم اثنين، بس انتو بالبيت أكيد رح تشتغلوا لوحدكن لأنكن صرتوا كتير شاطرين. إذا عزتوا مساعدة حدا فيكن تسألوا أهلكن. رح بلش بالرقم واحد. أضع مكان النقط ب أو ت أو ن، بس أكيد بالشكل المناسب، يعني أنتوا بدكن تفتحوا عيونكن منيح لتشوفوا الكلمات وتشوفوا إذا في أحرف قبلن فتح إيدن أو من بعدن بدن يمسكون قبلن وبعدن. رح بلش أعد الأسماء. أول رسمة أكيد عرفتوا شو هيدي، هيدي اسمها ستار. ستار. أنا رح أعطيكم نصيحة، أنتوا بتجربوا تقروا الأحرف المكتوبة وبدكن تجربوا تحذروا أي حرف يمينه. بدي أرجع عيد الكلمات هلأ وبتسمعوا منيح أي حرف هن إمو. ستار. هيدي الرسمة هي حبوب. أما آخر رسمة هي جنود. بالرقم اثنين عندي أضع مكان النقط تا أو نا أو با. كمان بدكن تسمعوا منيح أنتوا عم بتقولوا الرسم. هيدي الرسمة هي باب. فإذا بدي اسمع شو نسيوا يحطوا. باب. هيدي الرسمة تاج. هيدي الرسمة نار.